أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعينا الكرام في مقابلة خليل إبراهيم جيهان. يعني سأتمم لكم مقابلة خليل إبراهيم جيهان مع المذيعة صبا. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. المهم أصدقائي، في هذا الجزء من المقابلة خليل يتحدث عن قصته مع تعرضه للخيانة، وأنه حاول في البداية أن ينهي الطرف الآخر عن ذلك، ولكنه يعني بعد وقوع الخيانة والإمساك بها قرر الانفصال وعدم العودة أبدا، وقال لأنها علاقة أصبحت منتهية للأبد. يعني خليل إبراهيم جيهان يتحدث بكل التفاصيل عما تعرض له. المهم سوف أكمل لكم الترجمة، حيث المذيعة سألته عن دوره الذي يلعبه في مسلسل السلة المتسخة، يلعب دور الرجل المخدوع. المهم قالت له كونك الرجل المخدوع هنا، فقال لها خليل إبراهيم جيهان هذا السؤال لميليسا كمداعبة لأنها من تلعب دور الخائنة. فقالت له المذيعة هل شعرت يوما ما بالخيانة في حياتك الطبيعية؟ فقال لها خليل إبراهيم جيهان طبعا شعرت بالخيانة. فقالت له المذيعة مستحيل. فقال لها خليل طبعا، لأنه كلما زاد عطائي بالحرية كلما زاد في المقابل الشعور بأنه بذلك لا يغير، إنه لا يهتم لا يحب، وكان ذلك هو المبرر. وحتى هنا تركت لها الحرية أيضا، أعني عندما أشعر أنني سأتعرض للغش لا أفعل شيئا، فقط أترك الأمر وأتحدث معها وأقول لها انظري إنك فعلت هذا وذاك وذلك سيؤدي بنا إلى نتيجة حتمية، يقصد الانفصال. فقالت له المذيعة وعندما تتناول ذلك الموضوع ماذا يحدث لك؟ فقال لها خليل إبراهيم جيهان قد قلت ما أشعر به وقلت انظري سوف يحدث ذلك الأمر إذا صار في اتجاه ذلك أي الانفصال، لقد قلت شيئا وحصلت على ردة الفعل. هنا تفكر بطريقة مختلفة جدا، للأسف ما قلته حدث بعد ذلك. فقالت له المذيعة هل تصالحت يوما ما مع تلك الشخصية؟ فقال لها خليل إبراهيم جيهان لا يوجد تصالح. فقالت له المذيعة على العموم عدد قليل جدا من الرجال الذي يعودون لنفس الشخص الذي خدعهم، لا أعرف أساسا من يمكنه أن يفعلها، لا أعرف. فقال لها خليل إبراهيم جيهان أنا أعرف نفسي، وبعد أن تعرف نفسك جيدا الخداع لا يحدث مرة واحدة فجأة، إنك تشعر به بعد حدوثه أو حتى قبل حدوثه، تعلم أن الأمور تسير في ذلك الاتجاه. فقالت له المذيعة إذا شعرت أنك تخان أو سوف تخان لماذا لا تنفصل من البداية؟ لماذا عفوا قمت معها بذلك النقاش؟ فقال لها خليل إبراهيم جيهان أليس تلك فرصة أيضا؟ فقالت له المذيعة لكي تفهم أخطائها يعني؟ فقال لها خليل إبراهيم جيهان نعم، حتى في بداية مشوار الخداع يكون مازال هناك يعني مشاعر، لكن يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك لأنك قد حلمت بشيء مع هذا الشخص ولديكما رصيد، فلا يكون المرأة على علاقة عابرة، إنها علاقة جدية وخاصة، فأعطيتها فترة يعني سماح، إذ لم تأتي بثمارها فالنتيجة ستكون حتمية وهذا ما حدث، يقصد الانفصال. فقالت له المذيعة أنت تشعر أنه يتم خيانتك ثم يحدث ذلك فعلا وتتحقق منه ثم رحلت أنت أليس كذلك؟ قال لها خليل إبراهيم جيهان نعم. فقالت له كيف كانت لحظة الانفصال؟ كيف كنت وهل أمسكت بلحظة الخيانة؟ فقال لها خليل إبراهيم جيهان نعم أمسكت بها وقفلت على نفسي هناك في تلك اللحظة، فأنا أعيش كل مشاعري بداخلي. على سبيل المثال سأقول لك شيئا، فأنا أعيش كل شيء بداخلي، قد شعرت بأن هناك خيانة ثم عشتها ثم انفصلت ولم أعد أبدا، كل ذلك عشته واختبرته بداخلي. ثم تأتي المرحلة التالية، أقول لماذا لم تكلمني بعد ذلك؟ ألم تحبني طول ذلك الوقت؟ لماذا لم تحاول الاتصال بي ولو لمرة واحدة؟ بعد ذلك أقول أنا لن أتصل، لقد أخذت قراري، فلما سيكون الكلام؟ فقالت له المذيعة معقول لم يعني تحدثها وتعاتبها حتى الآن؟ فرد خليل وقال لها طبعا لم أعاتبها، قد اتخذت قرارا مسبقا، لم يكن لي رصيد كافي لديها، فلما العتاب؟ أنا مشاعري خاصة ملك لي، أحزن أغضب أمر بشيء صعب، ليس منطقيا بالنسبة لي أن هذه الحالة التي أعيشها سوف تدفعني للرجوع والتحدث معها أو حتى أحاول التواصل معها وأجعلها تعلم ما أمر به، أنا أعيش تلك المشاعر مع ذاتي وأنهيها مع نفسي. يعني عندما أقول أنني لن أعود أبدا
ذلك ليس معناه أنني لم أحبك أبدا طول ذلك الوقت، ولكن ماذا أنت فعلت هو ما جعلني أخذ هذا القرار، يعني إذ لم يكن رصيدي كافي عندها فبماذا سينفع الحديث؟ فقالت له المذيعة: أعتقد أن تلك العلاقة وصلت لنهايتها وأغلقت تماما، وتستطيع أن تقول أنها وصلت للفينال. فقال لها خليل إبراهيم: جهلا بالضبط. فقالت له المذيعة: مثلا هل تصب تلك المشاعر عندما تنغلق على نفسك بصورة في كلمات أغاني؟ فقال لها خليل إبراهيم: جيهان، فعلا أنا أكتب. فقالت له المذيعة: أي واحدة من الأغاني كانت خاصة بتلك العلاقة؟ قال لها خليل إبراهيم: جيهان، لقد كتبت الكثير من الأغاني الخاصة بتلك الفترة. نعم، أنا أكتب بانتظام وبشكل مستمر، بالمناسبة إنني أكتب كتاب الآن. فقالت له المذيعة: ماذا سيكون موضوعه؟ فقال لها خليل إبراهيم: جيهان، سيكون موضوعه عن مثل تلك العلاقات والمقارنات بينهما وأغاني وما إلى ذلك. كما أيضا أصدقائي، في هذا الجزء من مقابلة خليل إبراهيم جيهان مع المذيعة صبا الذي قدمت لخليل إبراهيم جيهان قبلة وداع، يعني قررت أن تقبل خليل إبراهيم جيهان نيابة عن كل معجبيه، ولكن شفايفها الحارقة كما وصفتها تركت علامة على وجهه، مما جعل خليل إبراهيم جيهان يتذكر ما حدث معه من قبل. المهم، قالت المذيعة لخليل إبراهيم جيهان: شكرا جزيلا لقدومك. قال لها خليل إبراهيم جيهان: شكرا جزيلا لك. فقالت له المذيعة: لقد كان لقاء لطيفا وممتعا وودودا للغاية. قال لها خليل إبراهيم جيهان: شكرا جزيلا لك. فقالت له المذيعة: من الجيد أنني أجد شخص يتفهمني وهي تضحك. وخليل أيضا فقالت له: إذا سمحت لي سوف أقبلك نيابة عن كل معجبيك. فقالت: بنات، ها أنا هنا أقبل خليل إبراهيم جيهان. فبدأت تضحك وهو أيضا بدأ يضحك، وذهبت وقبلت خليل إبراهيم جيهان على خده وقالت له: آه، لديك أحمر الشفاه، لونه أحمر على خدك وتضحك. فقال لها خليل إبراهيم جيهان: في يوم كنت بحفلة وأنا مغادر من الموقع اكتشفت أن على وجهي الكثير من أحمر الشفاه، وهذا من كثرة ما سلمت على الحضور. وقال: أظن أنه الآن يوجد منه الكثير أيضا. فقالت له المذيعة: هذا يعني أن شفتي حارقتان. فقال لها خليل إبراهيم جيهان: لقد أخذت تذكار. فقالت له المذيعة: شكرا جزيلا لقدومك. فقال لها خليل إبراهيم جيهان: بل شكرا لك، إنه كان لقاء ودود للغاية، فريقك لطيف للغاية، شكرا جزيلا لكل فرد. فقالت له الصحفية: نحن نشكرك ونتمنى النجاح الدائم لك. فقال لها خليل إبراهيم جيهان: شكرا لكم. وهنا أصدقائي انتهت المقابلة، وإلى هنا أقول لكم إلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة. Geç bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutaram seni ömürlük, düşmezsen ya da sen.